هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم قررت اسوي ماركت سبينر، وتعالوا ويانا خلينا نشوف ايش راح نسوي. شلون راح نسويها؟ هسه اول شيء هنا عندنا ثرمت بصل اخضر، وهنا كزبره، هنا شبنت، وهاي هنا كزبره. قاعد احط كزبره، نسويها لازم ناعمه مو كبار. هنا راح اثرم الدجاج. شوفوا حبايبي اللي بس تشوف، لان انا ما احب المس الدجاج يعني والهاي اللحم، لان اكو جراثيم تنتقل لنا ويعني توصل لجسمنا، فالا من صوته ما خلتني. شوفوا قطعوها البدايه بالطول قويه هذا الشكل، تاكدون من المقطعات، بعدين قطعوها مربعات. الملمس مو حلو، اذا انتم تطبخون هم كتبولي بالتعليقات. تبون بعد اسوي لكم يعني شغلات غير يعني انواع، يعني مثلا حلويات. شوفوا هسه قطعنا، هسه حوالي تمس الزجاج، وهسه راح اضيف له خضروات. شوفوا هذا الشكل لازم حيل يعني ما يستوي يعني من الكتاب، وراح نحط عليه الخضروات. هسه حبايبي هنا راح اضيف الخضروات عجيبة. شوفوا هذا هنا ثوم، شوية شوية نضيف. هسه حبايبي راح نضيف الخضروات، مو حطينا نص على مود شني، على مود ما ينزل الماي مالتها. هسه راح نحط شويه على مود احسن، مو كساء كلها. كافي. هسه حبايبي راح نرش البهارات. يلا حماده رشي. هذا الفلفل الاسود راح نرش، كافي. راح نخلطه، بعد هنا كركم، كافي. هسه نخلط. هسه حبايبي راح نضيف السبينار. حبايبي احنا نشتري مجمد يعني جاهز. مع لان الناحة بيهم راح نضيف الطماطة وخاشوق المعجون. هذا المعجون هم راح نضيف اول بداية نخلط. مكعبين ماجي دجاج، وطبعا هاي الفلفلية سلقناها. صبغناها وراح والخاشوقة حارة. هذه راح نضيف الماي، راح نضيف الماي ونخليه يتهدر على راحته وينطبخ. هسه خلصنا، راح نقطع.
هذي هنا جينا نطبخ تكمل. شوفوا اكو شعرية اسمها لسان العصفور، شوفوا حطيناها دهن شوية قاعد نطبخ بيها، بعدين نضيف عليها التكمل. طيب اجربوها هاي. هسه حبايبي هنا سويت مقبلات، خلنا اقول لكم يعني مالاتها. هنا حمص وليمون وجزر وفلفل احمر وفلفل اخضر، هذا اللي يجي الحار، وحطينا شويه فلفل حار وزيت زيتون وقمنا نخلط. هسه حبايبي هنا حطينا التمن وحطينا الماء، شوفوا هسه قاعد نخلط بيه، ننتظره بعد يستوي، بعدين اذا نحس بيه نعومه يعني هيك شلون بعد ما نهدره. هسه حبايبي هنا كملت ويانا الطبخه، شوفوا هسه هاي المرقه ما شاء الله شنها لذيذه، مو شنها اصلا هي طيبه. شوفوا هسه هاي خلصنا، تعالوا نشوف التمن، شوفوا هاي هنا الشعريه لسان العصفور وهذا التمن. حبايبي هنا وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم الغداء حطوا لي لايك واشتركوا بالقناة، وباي.